اللهم صل على النبي صلوا على الهادي ما يشفع في هاد العبد إلا محمدي سيدي وهي سيدي السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير ودائما في صحه جيده ان شاء الله بحول الله. كيف كتشوفوا دابا رانا حنا غاديين خارجين، ولكن خصني ندي معايا شي حاجه في ايدي. غادي عند لوسي ان شاء الله. كيف كتشوفوا راني مدعوقه ومزروبه، ما نقولش لكم. هنا درت واحد المقيله فيها الكفته وشويه ديال الفلفله والبصله وشويه ديال مطيشه الحك، وهذا كيف كتشوفوا مطيشه الحك، شويه تحميره وشويه البزار وشويه هنا كفته وبصيله مقطعين. انا مازال كنقطع هنايا بالفلفله باقا خدامه، وتدعق هنايا بديت الحريره كيف كتشوفوا. ها هي كنشحر فيها. غادي ندير هنا الحيمات في الحريره صافي، وغادي نروي نخليها تقلى شي شويه مع الحيمات، وغادي نروي عليها. ايوا هادشي اللي كاين الاخوات. دابا غادي نكمل التحضيرات باش غادي نخرجوا، نخلي الحريره تقلى. وهنايا غادي نجي نكمل التكرار. كيف كتشوفوا المقيله راه كتشحر، عرفتي تدعقت على البنات. ايوا واش غديروا؟ الحمد لله الدراري قال لك ضروري يمشيو يشوفوا ولاد عمهم، انا ما كينبعس. يلا هنا دابا قدام كنصوبلي واحد المسمنه ولا فطيره ولا انتما شنو كتسميوها، تدخل في الفران معمره كتجي رائعه وبنينه، كل واحد وشنو تيسميها. كي دوزتوا نهاركم؟ كي جاكم رمضان الاخوات؟ الله يكرم. ايوا قولوا لي البنات كي دوزتوا رمضان، كي جاكم رمضان كريم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما يغلبكمش ان شاء الله. صراحة حنايا غير كنفطروا صافي، كاين اللي كيفطر وكيتسحر. هنايا غير كنفطر، من الفطر حتى الفطر. واحد كيبقى مزيان مرتاح، كيكون مزيان كيبقى مرتاح. المهم اخوات انا غنكملوا معايا. انا دابا راه كملت المقيله ديالي. انا غنقبل مالك الكاميرا كيف كتشوفوا هنايا مالك. ها هي المقيله ديالي قريبه توجد. غادي نشحرها مزيان مزيان وتعلق وتشحر مع بعضياتها وتندمج العناصر، وغادي نلوح عليها واحد شويه زعيطره ضروري البنات الزعتر ولا بدا. كيف كتشوفوا غادي نخليو هاد العناصر تشحر مزيان، وديك الساعه غادي نوريكم كيفاش غادي نصوب هاد الفطيره. العجينه راه كيف ما العجينه المعتاده اللي ديجا حضرت معاكم في القناه، العجينه السحريه ديالي اللي فيها غير الدقيق والملحه وشويه ديال الزبيده صافي، وكنجمعوها كتولي عجينه مزيانه صالحه لجميع انواع الفطائر. المهم الاخوات انا غادي نتسنى على المقيله ديالي تشحر وتشرب مزيان، ونلوح عليها شويه ديال الزعتر، وغادي نمروا باش نصوبوا هذه الفطيره ديالنا. يلا على بركه. وهنا كيف كتشوفوا ملي سرحت العجينه ديالي غادي نحاول انني نديرها في اللاطه من بعد ما بردت لي الحشوه على هذا الشكل. هذا اللي كتشوفوه من الفوق راه الزعتر البنات، كيف ما كتشوفوا كنبسط العجين ديالي على هذا الشكل، وغادي نديرو اوتوماتيكمون في اللاطه اللي كتكون مدهونه بشويه ديال الزيت. وغادي نحاول انني نبسط العجينه ديالي غير بالعقل، نبسطها ونشوف الجوانب. من الاحسن الا كان عندكم هذاك المول راه افضل،
هذاك اللي كيكون مبليه من جناب تيكون افضل. المهم الاخوات انا كيف كتشوفوا في الفيديو من بعد ما كنسرحها كندير من فوق منها الحشوه وتنغطيها من بعد بالعجين صافي، وكنتني العجينه ديالي من الفوق بحال كنبليها من الجوانب وكندهنها بصفر ديال البيضه. انتم غتشوفوا معايا المراحل وكنتقبها بالفورشيط. المهم هادشي اللي كاين، خليكم مع الفيديو. وصلنا هنايا، جينا نطلعوا على البحر باش هذا باش نمشيو عند لوسي. جينا نطلعوا على البحر، هنايا كاين الغابه ورايا البحر قدامي. هذا هنايا فين كاينه غابه واد مرزق دار بوعزه. فيت ليا جيت معكم هنايا في الفيديو، وكيف ما كتشوفوا نتمتعوا بهذا المنظر وهذا البحر الرائع وهذه الطبيعه في أرخص مع البحر. صراحة رائع 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 بزاف البنات. ايوا هانتوما معايا هادشي اللي كاين. على النبي صلوا على الهادي، ما يشفع في هاد العبد الا محمد سيدي وهي سيدي. البنات كي درتو لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. كيف كتشوفوا فاطمه جات على داك الشكل، جات رائعه البنات، غزاله غزاله من داك الشرفيه. سمحوا لي ما صورتش الفطور لان صافي غير تحط الفطور هذا مطحمه صافي، نسيت بتاتا اني خصني نصور ونكمل لا فيديو. سمحوا لي صراحه الفطيره جات غزاله، الفطور جا غزال غير مسمان والبغرير والحريره ما نقولش لكم داك الشيء البيض وداك المسائل تخربيق العصير وداك الشيء. كنت بغيت نصور لكم فطور لكن سمحوا لي ما ديروش مني قله الصواب. الى مره قادمه ان شاء الله وفلوق قادم. نتمنى تتمتعوا معايا في هذا الفيديو وخليتكم على خير الى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه، باي باي. اللهم صل على النبي صلوا على الهادي، ما يشفع في هاد العبد إلا محمدي.